اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم على بركة الله غادي نوجدو تشيز كيك. دابا الحال سخون، كنحتاجو الحوايج اللي هي باردة، كلاص، تشيز كيك، كيك بارد، قاعد الحويجات يعني كتكون مطلوبه في هذا الحال سخون. بالنسبه اللي عنده الوليدات راه وحنا نيت الكبار راه كيعجبنا بحال هذه الحويجات اللي بارده. نتمنى هذا التشيز كيك يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. ونتمنى يعني رجاء رجاء الناس اللي دخلوا القناه الله يجازيكم بالخير، دعموا القناه وما ديروا لايك على الاقل، على الاقل تدوز ديك جوج دقائق ولا ثلاث دقائق هي اللي ممكن ديروا لايك وكومونتير الله يجازيكم الخير باش يعني تحسب هذاك اللايك. وشكرا لكم بزاف. على بركه الله كندوزوا للمقادير. محتاجين تقريبا 5 الباكت ديال الكيك الصابلي، كيتباع بدرهم يعني ما غاليش. كاين هذاك اللي من الكهب الكوك وكاين العادي، من الاحسن تاخذوا داك اللي من الكهب الكوك يعني زوين كيجي زوين. كنحتاجوا جوج معالق كبار ديال الزبده، تقريبا كاس ما عمرش يعني شوي فايت النص بشوي ديال سنيده، علبه الجبن، اربعه الفرماجات والكريمه بطبيعه الحال. صافي كنطحنوا هذاك الكيكس، كنطحنوا في الطحانه الكهربائيه. بالنسبه للزبده ممكن انها تطحنوها معاه، انا يعني ديجا جربتها، كانت قبل كانت طحنها مع الكيكس حتى هي كتجي زوينه وكتسهل يعني كتسهل العمل. وهنايا انا ذوبتها باش يعني نخلطها معاه. كيبقى لكم الاختيار، يا تذوبوها يا تطحنوها معاه من الاول. ملي كطحنوا هذاك الكيكس ممكن انكم تطحنوها معاه، يعني ما كاينش الفرق، لا طحنتوها معاه حتى هي راه كتجي زوينه ما حد هذاك يعني داك الكيكس كيطحن والزبده كتخلط معاه في نفس الوقت. صافي كتحطوها يعني كتجي مخلطه. عيبات فاش تحطوا الكيكس كي غندير انا هنايا كنطحن الكيكس وكندوب الزبده هي اللي كنخلطهم، يعني كنخلطهم بجوج. بدو توفروا الوقت، كطحنوها مع الكيكس في الاول، يعني ما كانش المشكل. من بعد ما كنطحنوا الكيكس ماشي كنطحنوه تنطحنوه بزاف حتى يولي غبر، لا كنطحنوه تيبقى هكاك بحال مرمل، تيبان لنا دوك القطيعات هكاك باقي ما مطحونينش بزاف. صافي من بعد ما كنطحنوه كنجيبوا ديك الزبده اللي ذوبنا كنخلطوها معاه، يعني كنرملوا هذاك الكيكس اللي طحنا. البول بطبيعه الحال كيتحل، يعني عنده هذا هذاك المول اللي كيتحل او داك اللي كاين غير هكا مول هكا عادي ما فيش داك القاع، ممكن تحطوه على اي حاجه يعني غير هكا مول عادي راه كيتباعو باش يجيكم ساهل. كاينين دوك الدايرين مربعين على حساب يعني داكشي اللي عندك في الدار، اما الا درتوه في مول ما كيتحلش ما غايجيكمش غايجي يعني ما غايبانش هذا المنظر ديالو، يعني من الاحسن يكون المول كيتحل ولا هذاك المول اللي كيتهز هكا كيكون مربي وكيتهز. صافي كان من بعد ما دهنا داك المول كنصاوبوا هذاك الكيكس اللي خلطنا مع الزبده، كنحاولوا نسرحوه يعني على المول كامل. من بعد ما كنسرحوه كنجيبوا يا اما كاس يا اما معلقه، كنشدوا كاس كنبقاو هكا كنضغطوه بها كنضغطوه باش ياخذ لا فورم ديال المول. ولا المعلقه حتى هي راه درتهم بجوج هنايا باش يبان لكم يعني راه قادين الغرض بجوج. من بعد ما كنسرحوا على داك على المول كي ياخذ المساحه ديال المول، صافي كنبقاو نضغطوا عليها كنضغطوا نضغطوا مزيان بهذاك الكاس القاع ديال الكاس او المعلقه كما قلت لكم، يعني راه بجوجهم كيقضيو الغرض. من بعد ما تنضغطوه مزيان كندخلوه الفران عشرات الدقائق ما كنفوتوهاش، او لا كاع ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق ما كنفوتوش 10 دقائق لانه يقدر يتحمر لنا بزاف ويعني ما يجيش زوين. او الاحتمال الاخر كندخلوه للثلاجة تقريبا ديك ربع ساعه حتى 40 دقيقه على ما نصاوبوا الكريمه، راه كتعطي النتيجه يعني بحال حيت ديك الزبده ملي كندخلوها للثلاجة راه كتجمد عليه وكتعطينا نفس لا فورم ديال الفران. يعني هو الفران كتحسوا به بحال مقرمل شويه مع الدخله تاع الفران بحال مقرمل شويه،
من بعد ما كان نخرجوه من الفرن انا راه درت فايت الدايره تاع الثلاجه، وهاد المره راه دايره تاع الفرن. الفرق اللي كاين هو ديك الكرميله تاعت الفران، هي الفرق اللي كاين بين انك تدخل المول هذاك الكيكس تدخلو الثلاجه او الفران، يعني كيبقى لكم اختيار. صافي من بعد ما خرجناه من الفران كنخليوه يعني برد شويه باش ما درنا فيه الكريمه ما تسيحش. صافي كندوزو نصاوبو الكريمه، اي كريمه كتاخدو يعني هي خصها تكون بارده. حنا بغينا نصاوبو الكلاص باش دغيا يعني طلع لينا في هذا ملي نكونو كنطربوها. صافي ملي كنجيبو هذيك الكريمه كنزيدو على هذاك الحك ديال الجبن من وهذوك الفرماجات، دوك ربعه الفرماجات. صافي كان يعني كنطربوهم حتى تطلع لينا الكريمه. من بعد ما كنزيدو السكر، نسيت لكم السكر، نزيدو السكر تا هو. من بعد ما كتطلع لينا الكريمه صافي كنهزو النص الكثير ديال الكريمه، النص الكثير ماشي كنقسموها على جوج، لا كنهزو النص الكثير يعني كيبقى لنا غير شويه. بغيتو ديروها منصه راه ممكن، انا داك النص يعني داك النص الثاني درتو هكا تزين. يعني كيبقى اختياري، بغيتو ديروها نتوما منصه، بغيتو ديرو نص بيض ونص قهوي او فريز، او يعني كيبقى داكشي كيما قلت لكم اختياري، وداكشي اللي عندكم في الدار ماشي اجباري انكم ديروا بحال كي درت انا، يعني نص بيض ونص قهوي ماشي اجباري. المهم من بعد ما كنطربوها مزيان حتى تطلع لينا الكريمه، كناخذوا هذاك النص اللي قلت لكم النص يعني النص الابيض، كنديروا على هذاك الكيكس اللي راه يكون برد، يعني راه خدا وقته انه برد. صافي كنحاولوا نقادوا هذيك الكريمه يعني نصاوبوا على الوجه ديال المول، يعني تاخذ لينا لا فورم ديال المول مزيان. من بعد ما يعني خدات لا فورم ديال المول كندخلوها للثلاجه كتبرد. هي راه نورمالمون كتكون زعما ما محتاجاش انها تاخد وقت بزاف باش تبرد، حيت ملي كنطلعوا الكريمه كتكون شاده في راسها، ما غنلقاوش معاها المشكل انا غادي تسيح ولا غادي تهبط ولا حطينا فوقها الكريمه الاخرى غادي تخسر ولا لا، يعني لانها ديجا بارده، كانت بارده قبل ومني طربناها يعني خدات هذا الشكل ديالها. ما تخافوش منها، ما غادي تسيح ما والو. من بعد ما طربناها مزيان صافي كنسرحوها فوق هذاك الكيكس. من بعد ما كنسرحوها كناخذوا داك النص اللي بقى لنا ديال، هو ماشي نص، المهم نتوما بغيتي ديروه نص راه ممكن اقل من النص بشويه ديال الكريمه، كنزيدو عليه الفلون ديال الشوكولات وصافي كنخلطو يعني داك الفلون ديال الشوكولات مع هذيك الكريمه مزيان. من بعد ما كنخلطوها كنشدو هذيك الكريمه، ملي درنا داك النص الاول اللي سرحنا فوق الكيكس تاع الكريمه كنشدو اي كيكس عندنا ولا لوز ولا قرقاع ولا، راه دائما كنبقى لكم كنقول لكم كيبقى لكم الاختيار وعلى حساب الذوق وعلى حساب داكشي اللي عندكم موجود في الدار. المهم كتعطي واحد النسمه للحلوه ديالكم، كتزينوها بداكشي اللي بغيتو، تقدروا ديروا قرقاع، تقدروا ديروا لوز، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. انا اللي موجود عندي هو هذاك الكيكس ديال درهم نيت، هذاك ديال الشوكولات كنشدوه كنهرمشوه يعني بكاس كنهرمشوه مزيان هكا تيتهرمش لينا. صافي كنسرحوه فوق هذاك فوق الطبقه الثانيه ديال التشيز كيك، تنسرحوه هكا وكنديروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه، يعني كيوليو ثلاثه طبقات تقريبا. واخا ديك الطبقه الوسطانيه ما محسوباش ولكن الطبقه الوسطانيه كتبقى تزيد. صافي كنزيدو هذيك الكريمه اللي درنا من الفوق كنزيدو على داك الكيكس اللي سرحنا. صافي حتى تنقادو الوجه ديال الكريمه ديالنا مزيان. وانا شديت الكيكس تاني باستا هذاك تاع الدرهم، هي اللي حكيتها فوق منه وزينت هكا بالكريمه اللي شاط ليا هكا، زينت انا راه كيما كنقول لكم راه التزيين ما كيصدقش ليا بزاف وما عنديش افكار كبيره في التزيين، كيبقى لكم نتوما التزيين كيما عجبكم زينوه وكيما تشهيتو زينوه. غير هو راه كيجي الروعه هاد الشيز كيك يعني، خصوصا الناس اللي عندهم الوليدات راه ما يشبعوش منه، حنا الكبار وما شبعناش منه غير للوليدات،
غير جربوه، راه ما كيطلعش غالي بزاف يعني على حسب المستطاع، ماشي غالي بزاف، كيجي زوين ويعني كيشهي فهاد سبعو البرد فهاد الصيف، يعني شي حاجة اللي زوينة وخفيفة يعني كتعجبنا. نتمنى يعني تشاركوا في القناة وتدعموها، وكنعاود نكرر الله يجازيكم بالخير. الناس اللي كيشوفوا القناة حاولوا، واخا يعني واخا ما عندكمش الوقت وهذا، حاولوا تخليوا يعني الفيديو يدوز غير شوية باش يتحسب هذاك الدعم ديالكم، يتحسب داك اللايك ديالكم. وكنشكركم بزاف، وسمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم وكنفيدكم واخا شوية شوية، كنعطيكم شي معلومات واخا تاهير شي شوية بداكشي اللي كنجرب كنديرو معكم كنشاركو معكم. الناس اللي ديما كيدعموا القناه، كما كنقول لكم دائما الدار داركم، ما تحتاجوش انني نرحب بكم لانكم نتوما مالين الدار، الناس الجداد مرحبا بكم. نتمنى يعني تشاركوا في القناه، تدعموها لايك كومونتير وتفعلوا الجرس، وشكرا لكم بزاف، ونهاركم مبروك، ونتمنى لكم الخير وراحه البال ان شاء الله. To